السلام عليكم، كيف ما كتشوفوا فيديو اليوم على السبكتروسكوبي انفراروج. هذا فقط واحد الجزء من بزاف الاجزاء اللي غادي ندير. علاش؟ لحقاش هذا الكور شويه معقد، فانا قررت نقسمه لبزاف ديال لي بارتي. غادي نبداو ان شاء الله بشويه بشويه، باش في الاخير لوبجيكتيف ديالنا هو من نشوفوا واحد لو سبكتر انفراروج، يعني دينا ساهله دغيا ناناليزيو. غير فقط نبهكم انه من الاحسن تبعوا الفيديوهات بشكل متسلسل، باش لحقاش المعلومه اللي غادي نقولها في هذا الفيديو ما غنعاودهاش في فيديو اخرى. على بركه الله نبداو. لا سبكتروسكوبي انفراروج هي واحد لا تكنيك اللي كتستعمل في التعرف على لي كومبوزيشن، المركبات الكيميائيه، اولا باش نحددوا واحد لا كومبوزيسيون ديال واحد لي شونتيو. وكيف ما كتعرفوا بان لا لوميير او الضوء كيتكون من 3 ريجيون فيزيبل اللي كنشوفو هنايا، لانفراروج يعني تحت الأشعة تحت الحمراء، والالتخافي يعني أشعة فوق البنفسجية. بالنسبة للأشعة تحت الحمراء يعني لو غايونمون انفراروج، هما واحد الأشعة كهرومغناطيسية، دي غايونمون الكترومغناطيسي اللي ما كنقدروش نشوفوهم بالعين المجردة. بالنسبة للأشعة الكهرومغناطيسية هي كتنتمي للطيف الكهرومغناطيسي أو السبكتر الكترومغناطيسي. هاد لو سبيكتر كيميز كل أشعة بواحد الترددات، يعني دي فريكونس وطول موجة، يعني لي لونغور دوند، بمعنى أن حتى لو غايونمون انفراغوج غيكون كيتميز بواحد الترددات وطول الموجة. لو غايونمون انفراغوج كيتقسم لتلاتة لي غيجيون، لو بروش انفراغوج، لو مويان انفراغوج، و لو لوانتان انفراغوج، يعني القريب المتوسط والبعيد. وكل واحد كيتميز بواحد لي لونغور دوند كيف ما كيتمثلوا هنايا بالميكرومتر، ولكن غالبا كنتعاملوا بواحد لا نوسيون ديال لو نومبر دوند اللي كنرمزوا ليها بنيو بار. هاد نيو بار عندها علاقه بلا لونغور دوند لامدا، وهي واحد على لا لونغور دوند كتعطينا نيو بار، كتعطينا لو نومبر دوند. مثلا الى خدينا 0.8 وحولناها من الميكرومتر للسنتيمتر ودرنا الانفيرس، يعني 1 على 0.8 غادي يعطينا هاد لي فالور اللي هنايا. المهم علاش كنقولوا بروش مويان لوانتان، هو فقط بالمقارنه مع لو فيزيبل، يعني شحال هو قريب من لو فيزيبل، يعني لونغور دون ديال فيزيبل، وشحال هو بعيد منه. كيف ما كتشوفوا هنا هذا هو لو سبيكتر انفراروج. فلابسيس كنستعملوا لو نومبر دوند كيف ما قلت لكم سنتيمتر موان زيرو، وغتلاحظوا باننا خدمنا من 4000 تقريبا حتى 1000، يعني خدمنا في المويان، وهذا دائما هذا هو لو دومين اللي كنخدموا به، اللي هو اللي كيعطينا المعلومات المهمه بالنسبه لواحد الكومبوزي. وفي لابسيس في لوردوني باردون كاين لا ترانسميتونس، كتكون بالبورسنتاج. اشنا هي لا ترانسميتونس؟ هي شحال كدوز تاع لا لوميير من واحد الكومبوزي، يعني شحال كيدوز، يعني شحال كيتمتص. وهادو كيتسموا دي بوند دابسوربسيون، هادو لي بوند. كيفاش كنحصلوا على هاد لي بوند؟ كيف ما كتعرفوا بان لا موليكول كتكون من ذرات، يعني لي زاتوم، هما مرتبطين بعضياتهم دي ليزون شيميك. وفي الحقيقه هاد لي ليزون شيميك هما اللي كيمتصوا الاشعه تحت الحمراء، بالمقابل كتحول هاد الطاقه الى طاقه حركيه، يعني لي ليزون كيبداو كيتحركوا سواء دون اون روتاسيون ولا اون فيبراسيون على حسب لي نيفو دينيرجي. وهاد الشيء هو اللي كيعطينا هاد لي بوند دابسوربسيون. غادي نعطيكم مثال ديال لي موليكول دي اتوم، يعني كيتكونوا فقط من جوج لي اتوم، وبالتالي كيتكونوا من ليزون وحده. يعني عند امتصاص الاشعه تحت الحمراء لي غايونمون انفراروج، هاد لا ليزون اش غادي يوقع ليها؟ غتمتص الاشعه وخاصها تبدا تتحرك، ولكن عندها اون سول بوسيبيليتي باش تحرك، اللي هي ليتيرمون، يعني بحال كتجبد، يعني كتيرا. داكشي علاش كنمثلوا الروابط الكيميائيه غالبا بدي غوصور. لي موليكول بلو كومبلكس اشنو هما؟ كيتكونوا من بزاف ديال لي زاتوم، يعني عندنا بزاف ديال لي ليزون. لي فيبراسيون غيكونوا بطبيعه الحال مختلفين، كيتسموا لي مود دو فيبراسيون. هاد لي مود دو فيبراسيون كينقسموا لجوج المجموعات، لي فيبراسيون دي لونغاسيون، لي فيبراسيون دو ديفورماسيون. ولكن شحال غادي نعرفوا شحال العدد ديال لي فيبراسيون اللي عندنا في لي موليكول؟ كاين ما يسمى بلو نومبر دو مود دو فيبراسيون. هاد لو نومبر دو مود كي il dépend لو نومبر دو ديغري دو ليبرتي، يعني لو نومبر داتوم اللي كنرمزو ليه بان
اللي كيكون واحد لا موليكول. قبل ما نحسبوا هذا لو نومبر دو مود دو فيبراسيون، اجي نتعرفوا على كل تيب ديال لي فيبراسيون. مثلا لي فيبراسيون دي لونغاسيون، انا درت لكم هاد الرسم التوضيحي اللي كيمثل لي لونغاسيون سيميتريك، يعني في نفس الاتجاه، لي تيرمون في نفس الاتجاه، ولي لونغاسيون انتي سيميتريك. بالنسبه لي فيبراسيون دو ديفورماسيون، عندنا اربعه الانواع، كاينين لي فيبراسيون دون لو بلون ولي فيبراسيون اور دو بلون. هاد الانواع غالبا ما كنسموش كل وحده بالاسم ديالها، وانما كنقولوا عندنا دي فيبراسيون دو ديفورماسيون، بما ان لونغل يعني الزاويه ما بين لي اتوم كتغير، فانها اون فيبراسيون دو ديفورماسيون. نكتفيو بهذا القدر في هذا الفيديو. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش نحسبوا لو نومبر دو مود دو فيبراسيون. خليكم معنا، كيف ما قلت لكم تبعوا هاد لي فيديو بالترتيب باش ان شاء الله في الاخر تفهموا لا سبيكتروسكوبي انفراروج. يلا نتلاقاو في الفيديو الجايه، الله يعاونكم.